في محلك هزي لك. لا بقوم هنا عشان بصرك عاد. هذا المدة عليه الله يسلمك. ايه اجي هنا. طيب. بسم الله. قد اعطيك اللي عندي. يا عطني اياه. سلامتك يا قاضي مميز. او شيء تسمح لي اني جالس. ايه جالس يعني وجهك في الجنة بس ابيك تسمع كلامي. ابيك تسمع كلامي انا جايني. قال بارح ودعوني خمسة ريجي رويشد والدبة عليان وبكراع. لحظة هذا اسقاط عليهم يا ابو تخيل. انت كذا تخسر القضية. انا ما اعرف اساميهم. يلا يلا. وذاك ابو بدر الخضراء. وذاك ابو عقي. دعوني البارح. وقالوا تعال يا شاي. ثاني بعرف مصدقهم وابوهم ومعهم وعلمهم له. دعوني وطلعوني في السطح المقابل. ايه. اللي هنا. وخذوا معي كلمتين او ثلاث. قاموا عليه وقالوا بنحول بنجيك. وحولوا العجوز. وقمت اصيح في السطح. والسكر عن علاجه يا قاضي. عن علاج السكر يا قاضي. الله نعلمه. وعيالي يشوفوني على التلفزيون في الرياض. وباوجهم بعضهم حتى مسكن من في دوامه. وبعضهم ودعانه يقضيهم بغير الدم نسلو. قمت اعوم يا شيخ. لا معي يا شيخ ما عرفت ننقز. شب ولا معي سلم. وسكر يركب. وضغط قمت اصيح على اهل العلاج وكل قد رقد. ايه. وارتفع سكري وضغطي. اي ما تشوف شر. خلوني. في حالة ما يعلمها الا الله يا شيخ. طيب منهم اللي انت راشد انا وروي راشد شيد شيد وعلي وبغت بدت الخضراء لا شر اللي مع الطاقيه اختار واحد ذاك اللي مع طيب عصر. ابو تخيل نهدى شوي الله يطول عمرك ان شاء الله نقوم يلا عشان بعد ما ارتفع السكر عليك وبعدين ايه والله. طيب اختاروا واحد منكم يا شباب يدافع عنكم رشيد يلا تعال يا رشيد انت سمعت ابو تخيل ايش قال عنكم سمعت يلا وفي التلفزيون يا قاضي طيب خلنا اولا طال عمرك كانت هذه جايبينها من طريقه فكاهيه ضحك نضحك مع شايبنا ونستانس معه هذه الدعوه وعقبها طال عمرك هو ما كمل قضيه حنا رجعنا له وشناه على ظهر علي الجعيدي يضحكوا معي قاضي يركبوني الخضاره بين الشمه وبين التراب بين الشمه وبين التراب تعالي علي تعال تعالي علي اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثاني شيء ابوي الفاضل انا لم اشله على ظهري مثل ما قال اخوي رشيد كلنا تعاوننا صح ايه كلنا عارف ترى وش في نيتك احنا من بدايه الامر كنا نريد لابونا ابو تخيل جعل ربي يعطيه الصحه والعافيه تضايق من الجدران تضايق من الجدران ومن كتبه الجدران قلنا نبي نرفع عن نفسه ونحطه في مكان شرح ينطلق فيه تلفون تطلعون الصوت فتخلونا صاحين انتم ما خليناه جعل بكل جلاله ما خليناه حتى خمس دقائق عندك فيديو يا ابو تخيل اي والله عنده فيديو والله فيديو فيه. طيب ورونا مرونا الفيديو حق ابو تخيل حتى فيديو يلا ورونا خلينا نشوف خليك انا يا ابو تخيل لا تشربوا بشيء بالجمة بسوي تمثيلية يلا خليك انصح انصح وقف وقف علي علي وقف علي لا تبطول تعال هنا لا تبطول رجليك كتوب لا تلتوس خلوق لا لا كذا منه لا تبطول يا شيخ يلا يلا عجل وعجل يلا نشوفك على خير كلا كرمك الله نشوفك على خير يلا وانا 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 شفت يا قاضي شفت خلاص ها اذا تسمح يا ابو سلطان بما اني كنت موجود علي الجعيدي هو اللي هو طيب. اللي قال لنا بالفكره هذه الحين من اللي معكم من الاثنين ضالة الباقيين الاثنين اللي كانوا معهم برضو تعالوا معهم اي روح تعال كل دولي معهم سيد القاضي طيب تعالوا جنب بعض كلكم سيد الله كريم لحظه يلا باقي عندكم دفاع انا عندي ابو سلطان يلا حدثنا بالعصر بالنسبه الدعوه كانت مزح مع ابو تخيل الله يطول عمره ولكن هذه مؤامره من علي الجعيدي هو اللي يشر علينا ولو ترجع بالمقطع شوي بتشوف يوم يقول كل واحد فينا سو كذا سو كذا سو كذا فهذا علي الجعيدي قال سوى الشيء هذا نحسب عنده شيء طلع بس خيانه لابو تخيل طيب يجاك سيد القاضي طول عمرك يا اعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم لا أريدك أن تنحاز إليه لكبر سنه بل نريد منك العدالة فأنت سأس العدالة أنا الحين أنت اتهمتني في الأبيات اللي قبل شوي مدري ما تدري شو تقول أنت لقيت فيها
هذا انا قلت لقيت فيها مختلف هي بينزل متخيل معنا شايب قال علي لا خلنا نسوي غمز لي خلنا نسوي حركه سيد القاضي لانني نايف يلا نايف ها سيد القاضي اما بعد انا ما كنت معه ما انت موجود في الفيديو لا ما موجود عطني دليل انا كنت معه يا ابو طيب الشباب سجلوا على سيد القاضي الخمسه القضية يكسبها ابو تخيل ضدهم واخصموا عليهم على 2500 يا ولدك في الجنة تويتر حقي أبشر. عشان تشوف قضاياهم علي هم حرقيني والشكوى على الله لكن الله يجعلك وشروك في الموقع خلاص قدر روح خلاص وما للعادي قاعدها تنور لك قاعدها تنور لك قاعدها تنور طيب شباب صوت شوي رشيد